مراحل طيب بس ما يصورون يقول لك انت على بس ما يصور والله ما يصور وخر على قرايبتي والجماعة العراقي ما رضى المدير مالك يجيبوا لنا حكاية وين المدير مال المنفذ هنا؟ شو احنا بنحكي؟ فهذه في الحقيقة أكذوبة أمريكية يراد منها الحصول على معلومات عن مكان تواجد السيد مقتدى الصدر بأي طريقة، فهم من خلال هذه الأكذوبة يحققون أحد مكسبين، إما أن يظهر السيد مقتدى الصدر على الساحة أو في الإعلام فيتأكدوا من أنه موجود وأنه مثلا في النجف أو في العراق، وإن لم يظهر السيد مقتدى الصدر هم أيضا حققوا مكسبين آخرين. المكسب الأول هم يريدون أن يصوروا السيد مقتدى الصدر بأنه رجل جبان وفر مذعورا إلى إيران خوفا على حياته. الخطة لم تعرض علينا ولم ننظر في تفاصيل. نحن نرى أن هذه الخطة يجب أن تشمل جميع المناطق العراقية وأن لا تستثني منطقة دون منطقة أخرى، وأن تركز على المسيئين الذين يعملون على العنف والإرهاب في جميع المناطق دون استثناء أحد، وأن لا تكون هذه الخطة الأمنية موجهة فقط لمناطق أهل السنة. محمد